لكن الإجابة مو بطريقتك أنت ولا في توقيتك أنت، في الأمر الذي يريده الله، وبالعوض الجميل إن كان الأمر الذي تطلبه فيه شر صرفه الله عنك رغما عنك، وإن تمزق قلبك وإن بكيت يصرف الله عنك، لأنك لا تعلم الخير أين هو. والله إنك لا تعلم ما الذي بجوارك في الغرفة التي بجوارك، والله، ولا تعلم ما يدور في عقول الناس الذين هم أمامك، ولا في ما في قلوبهم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس الحياة بسيطة، خليك مع الله ولا تبالي.